حسابات الموقع تواصل الاجتماعي أمامكم، لو تسون ضيفوني كمان على الأيدي عشان نصور مع بعض، نلعب شرطة حرامي، نلعب سنايبرات، نخش سيرش ندعس الناس، كمان انستغرام ينزل فيه أشياء تضحك عن كود زي كذا، مقاطع طقطق على المنوب زي كذا. وش سلام، وهذه أفضل 5 كومنتات المقطع السابق. إذا تبغى تطلع أكتب بس كومنت حلو زي كذا وش هتطلع. سلام. واه وات ذا ف، هاتها صورة. ها ما شافني الأحول. ها الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ صباح شاتكم بخير، معكم عبد الرحمن هاكر، اليوم جايب لكم بلوك اوف ستري، عندنا سلسلة ذا الرقم الترنا حلقة رقم 19، عندنا سلاح اللي يسموه هذا مدري فهمت ايوه هذا هو اللي اسمه انفورسر اتوقع او عصا كهرب. لقينا فيها التحدي بالثيرستي نذبح 5 بدون ما يموت مرة واحدة نسويها، ونذبح ناخذ سلاحه ونذبح سلاحه نسويها مرتين ونخش جيم تيم ماتش نرجع لكم. طبعا انا بشوف فوق الحرف حرف الاي الصغير اللي داخل السيرفرات. لو تبغون انزلكم الطريقه المقطع ذا ابغى يوصل لايكات كذا كثير 30 40، شفت شو زي كذا هنزلكم الطريقه حقت اللي تخش سيرفرات، انتظرونا خش جيم نرجع لكم. اوكي لقينا جيم. اوف اوف ايش اللاجنة. ها والله لا اجيك البيت توخر. هو بنت خذ باقي واحد. الله الله هات سلاحك. الله ذبحتين بس بسلاحك تكفى. ما ابغاك انت، ابغى اللي وراك هذا يجي. اوكي انتهى الجيم بدون ما نجيب ولا واحدة من باك فاير، بتجيبنا بجيب يعني شيء حلو. نبدأ نروح جيم جاي جيم ثاني نرجع لكم. ما شايفين باقي مرتين ولا سويتها ليش نحط هذا هذا فالجيم نرجع لكم نكتام. اوكي طبعا دخلت ديموليشن حقه 9 عشان فيه دروكس بي عشان اذا جبت دارك ماتر شوف حطينا منو معايا وما استرد ضدي يا كلاب يا كسر كسكو حاط هذه عشان يجيني اكس بي كثير مع الدارك يتدبل اكس بي. هذا سلاح كويس مع السلامة. هذا هو ها ما يجيبوها. اوف حشر قلبناها حشر. واه وات ذا ف، هاتها صورة. ها ما شافني الأحول. ها هات سلاحك بس اخ اخ بسبونهم. الله در ما در يا والله كذب ما يحسب لي ليه شارك هلاك. ما يوريني والله لو ما يجيبه هم فيها حشر اللعبة دي. اه رجع مكانه متحمس.
اخيرا باك فاير. الله الله، ولي الجولد والله فخم. وبس اوه ايوه، هذا جولد. كم لك سبي؟ 42,000. وانا تعبتني والله بدي فيرس. هذا جولد والله اسطوري، ما ادري حنشوف احنا هذا. وهذا الدايموند عادي، الدايموند مو مره حلو. دارك ما تركت اسطوري. هنروح كوستوم جيم نرجع لكم ونكون الوان زي كذا. اوكي هذا الجولد ما تشوفين مع الشمس، والله حريقه حلو. شوفوا كيف مع الحركه ذي مربع. هلا والله اسطوري. والله لا حلو حلو، روح الدايموند نرجع لكم. اوكي هذا طبعا دايموند عشان الكهرب مع الشمس كذا. والله يا رأيي حلو مع الكهرب. شوف كيف لما يطلع كهرب حلو مرة، أحلى من الجولد. نروح الدارك ماتر نرجع لكم. اوكي هذا الدارك ماتر على الكهرب، والله شيء اسطوري. لو تشوفين مع الشمس والله شيء اسطوري، يستاهل التعب والله. كل سكين تستاهل التعب حق الدارك ماتر. الزبدة نروح كاميرا رئيسية نرجع لكم. الزبدة انتظرون في السكينة هذه، مو السكينة هذه اللي اسمها النشاكوز او النشاكو، هذا حق سلاح في النينجا تشبهها. الزبدة دي حق النينجا، انتظرونا فيها لسه ذابحين فيها بس اثنين. وبس شباب هنا كانت نهاية المقطع. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا معي بلايك واشتراك. تفضل شوفوا حق الجاية. السلام عليكم، كيف اللون؟ بس بيس.